مرحبا شباب، كيفكم يا معلم؟ يا اخوان اليوم رح نفتح قدامكم ان شاء الله الجوائز ال 15 تبعون البطولة الملكية. في عنا الجندر تشيست 10,000 ذهبي، وفي عنا الجندر تريد، وفي كمان عنا الايبك تشيست، وفي كمان جاينت، وفي كمان الجندر كينج، وفي كمان عنا الماجيكال تشيست، وغير الدعم طبعا رير وكومن يعني عن جد اشياء اسطورية. وغير هيك كان وعدكم انه نعمل مسابقة لشخصين اذا وصل الفيديو 100 لايك، ووصل 200 يا اخي والله يا اساطير. فرح نعمل ان شاء الله مسابقة الاثنين، بس ما عليك انك تعمل لايك لهذا الفيديو وتشترك بالقناة وتنزل بالتعليقات تكتب اي تعليق حلو زيك يعني، ورح نسحب المقطع الجاي سحب عشوائي عشان هي الافضل الحق يعني، ونشوف مين رح يفوز معنا اثنين، نشحن لهم 500 جوهر ياخذوا جواز البونص الموجود هون، وبيعني ايزي بس لايك واشتراك وتعليق. المهم بالنسبة للكلان الثاني فتحته زي ما انتم شايفين جلادين اثنين، ولسه ما في اعضاء، امبارح فتحته بس نقلت كم واحد من الكلان الاصلي جبتهم هون لانه كوسهم عن جد واطية. وانا شفت التعليقات يعني اغلب الناس كوسه 4000، فعملته 3600 يعني عشان الاقل يقدر يفوت، وراح اقبل الكل ان شاء الله، ويا ريت اللي بفوت بس انه يلتزم بالحرب وتكون متفاعل بالكلان، اهم شيء التفاعل، اذا ما شفتك متفاعل ليومين او ثلاث والله اطرد، اهم شيء التفاعل. وانا ما راح اقصر مع الكل، راح نعمل ان شاء الله بطولات بالكلان هذا كمان مش بس بالاساسي يعني، راح يكون شغل اسطوري. وبس انك تكتب جلدين اثنين وان شاء الله بقبلك، المهم يكون كوسك 3600 وفوق، وان شاء الله ذبتكم نقلله كمان، انتم مكتوب لي رايكم تحت نقلله او منعليه، يعني خليها هسه 3600 حاسه ممتاز، واذا ما شفت اجى اعضاء كمان منقلل، بس انا شفت يعني اعلى نسبه كانت 4000. المهم دول ما نطول، والله كثير حكيت ازم بس والله عشانكم انا. اوكي اول شيء لازم نشحن كم جوهر انا معي؟ 142. قريبا يا شباب راح انزل فيديو تمكيس حسابي الاساسي، اقسم بالله سنتين اقول لكم بس مش ضابطه معي الشحن يا زلمه، الفيزا اللي عندي ما تشحن كميات يعني، بدي اشحن 14000 ما بزبط، بدك تضل تشحن 500 و انا بزهق وانا اشحن. المهم خلينا اشحن 500 جوهره واجيكم يا معلم. اوكي اخوان زي ما انتم شايفين شحنت 500 بالضبط، صار معنا 600 جوهره، وبسم الله تعال نشوف الجوائز. اوكي بسم الله عزيز المتابع، بس ناخذ سكرين شوت للجوائز هون او خلاص دون بلاها. اوكي بسم الله خلينا نشوف بالجندر تشيست، يا رب مقبره يا رب مقبره. سباركي يخرب بيت امكم يا سوبر سيلي زلمه، سباركي لسه في حدا بيستحملها؟ والله انا وسخه، بس يلا مش مشكله. اوكي 10,000 ذهبي حلو، الجندر تريد يا معلم، الوضع اسطوري والله عن جد، هاي البطوله ناريه يا زلمه. حلو نبلش بالايبك تشيست والبريكرز، حلو ثلاث ريج يا اخي، اعطيني تفريز اعطيني باولر ايش اوكي اعصار ويتش مقبولين، ايش بدنا نعمل حظ زفت وعارفه. اوكي كمان 10,000 ذهبه حلو، ايبك تريد ممتاز يا معلم. اوكي جاينتست تقريبا 4,000 ذهبه، والبريكرز بومبر حلو، باتس 74 من بيكا، طب اعطوني ميجا منين اذا ما اعطوني اسهم شان الله. 10,000 ذهبه هون عندنا التريد الرير، أوه. هون الكبير وصل يا معلم، بسم الله 4600 ذهبة 70 كومن كارد حلو يا معلم، أكيد 19 والله حفظته قد ما فتحت أمه يا زلمة، تحسيتها مسبة بس يلا. أوكي الجندر تريد ده هاي وايلد كارد مش دعم، أوكي 22 أسهم أكيد بسم الله، أعطيني ماسكتير ممتاز، ويزرد أكيد يا زلمة حلو، برابرة طبعا أيوة يا معلم، أعطيني آيس جولم يا رب مقبرة هسه يا رب. اوكي بناخذ الامور هذا البيبي دراجون، يا رب مقبر يا رب مقبر يا سوبر سيل بالله عليكم يا زلمه، يخرب بيت امكم يا زلمه والله، ايش ايش حظ الزفت يا زلمه، اعطيني ميجا نايت ايش بدي اعمل. والله هيك على السريع شوف 10,000 ذهبه حلو، في كمان هون كومن تريد حلو يا معلم، تشيست كي الوضع اسطوري حلو، 10,000 ذهبه هات الماجيكال بسم الله، 1700 ذهبه، 13 سبيريت حلو، سبير جوبلينز اوكي، جاينت سنو بول فاير سبيريت، يا اخي ايش ايش الجواز هاي، شوف كانون كارت يا زلمه والله هذا الكارت زفت اقسم بالله. زي ما شفت يا اخواني هيك فتحنا كل الجوائز اللي كانت موجوده 15 جائزه، والصراحه ما بدي افتح بحسابي الاساسي لانه وصلت بس 12 وبدي اخليهم شوي، بلكي شحنت بكره مكست حسابي عشان لما افتح الجندر كينج يطلع لي احتمال يمكن يطلع لي ملك، فعشان هيك راح اخر شوي الفتح بحسابي. المهم راح نفتح بحسابات المتابعين او بعملهم مثلا بفيديو نفتح للاول والثاني بنفس المقطع، وغير هيك بس زي ما قلت لكم لايك واشتراك وتعلق تعليق، وكمان شباب اعملوا لي متابعه في الانستغرام والله هناك الافكار اسرع، بنزل ستوري بسرعه باخذ حساب المتابع بسرعه، مثلا كل شيء هناك سهل،
بس اعمل لي متابعة جلد سلاش سلاش ار، هاي الصورة من قدامكم، راح برد على الكل والله. ويعني للافكار اسرع، مثلا بنزل ستوري اول حدا بيعطيني حسابه بشحن له 500 بنجيب له جواز، بيصير له 3 فائزين. والله انا وسخ يا شباب. يعني بعمل اكثر من هيك، بس انه لسه بداية القناة وما بقينا شوي على 600 مشترك. عن جد شكرا لكم، وبس المقطع الجاي نفتح للمتابعين، وكمان رح نختم قدامكم تحدي 200,000 ذهبة، وانت نايم رح اجيبه ان شاء الله، وفرجيكم تشكيلة اسطورية للتحدي. بس كان معكم الاسطورة جلد، ان شاء الله مش سلام. صح والله، قبل اسكر الفيديو مو ناسي 6,000 بهذا الحساب، بس لحد الان مش قادر ارفع كؤوس، والله مش قادر يا شباب. يعني امبارح ما نزلت مقطع، ما في وقت اني افتح والله، عندي امتحانات الفترة، ولكن قريبا 6,000 في كل راحة يا معلم. فقط راقب وترقب عزيزي المتابع. سلام.